الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في هذا الكون من نسمي. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. حياكم الله وبياكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان. تكلمت في الحلقة السابقة عن بعض المسائل المتعلقة بحقيقة توحيد الربوبية عند الشيعة الإمامية تجاه ربنا سبحانه وتعالى، أذكر بها سريعا. قلت أن هؤلاء اتخذوا أئمتهم أربابا من دون الله، وذكروا عددا من الروايات التي جاءت في أصول الكافي وبحار الأنوار تثبت ذلك. قالوا أيضا بأن الدنيا والآخرة للإمام، يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من الله. قالوا أيضا بأن الإمام يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، مخالفين بذلك أصلا من أصول التوحيد عند أهل السنة، بل عند المسلمين جميعا، من أنه وحده سبحانه وتعالى هو المشرع وحده، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، لا شريك له في ذلك، ورسل الله يبلغون شرع الله لعباده. أما من ادعى أن له إمام يحل له ما يشاء ويحرم عليه ما يشاء فقد أشرك مع الله غيره، وهو داخل في قول الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قالوا أيضا بإسناد الحوادث الكونية إلى الأئمة، فأمر السماء وما فيها من رعد وبرق ومطر ينزل، الغيث الذي ينزل من السماء، كله بيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وليس بيد الله سبحانه وتعالى. قالوا أيضا بحلول جزء من الإله في الأئمة، الحلول والاتحاد. تزعم الشيعة الإمامية أن أئمتهم أعطوا قدرات مطلقة من الله، هذه القدرات جعلت لهم ما لله تعالى من القدرات. قال أبو عبد الله: ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا. هذا أمر مهم جدا، مسألة الحلول، حلول جزء من الإله في الأئمة في معتقد القوم، جاء في أصول الكافي: ثم مسحنا. من هو الله سبحانه وتعالى؟ معاذ الله. طبعا هم كانوا يتكلمون في مسائل التجسيم والتشبيه، وأهل السنة مجسمة والوهابية وهذا الكلام، وسنتكلم عن التجسيم بأشكاله عند الشيعة من كلام هشام بن سالم الجواليقي وهشام بن الحكم، وكيف أنهم جعلوا الله سبحانه وتعالى جسم وصورة حقيقية لا كما يفترون على أهل السنة، سيأتي هذا في وقته إن شاء الله. قال أبو عبد الله: ثم مسحنا، أي مسح الأئمة، بيمينه فأفضى نوره فينا. وفي رواية ثانية أيضا في أصول الكافي: ولكن الله خلطنا بنفسه. إذن هذا الجزء الإلهي الذي في الأئمة كما يزعمون أعطوا به قدرات مطلقة من الله، ولذلك فإن من يقرأ فيما يسمى بمعجزات الأئمة وتبلغ مئات الروايات يلاحظ أن الأئمة أصبحوا كرب العالمين سبحانه. تعالى الله وتقدس عما يقولون في الإماتة والإحياء والخلق والرزق. انظر إلى بحار الأنوار مثلا فتجد فيه أبوابا كثيرة، باب في جوامع معجزاته يعنون عليا عليه السلام، ذكر المجلسي تحت هذا الباب 17 رواية في معجزات الإمام علي. وأيضا باب ما ورد في غرائب معجزاته عليه السلام، ذكر المجلسي حوالي 50 حديث في هذا الباب. وكذلك القبر جعلوا له معجزات لا يقدر عليها إلا رب العباد سبحانه وتعالى، وبوب المجلسي على هذا الاعتقاد بابا أسماه: باب فيما ظهر
عند الضريح المقدس من الكرامات والمعجزات في الجزء الثاني والأربعين في من أول الصفحة 319 إلى 339 تحديدا. وهذه أيضا وثيقة أو رواية جاءت في هذا الكتاب في الجزء الثاني والأربعين، مكتوب على المجلد طبعا الجزء الحادي أو المجلد الحادي والعشرون، الجزء الحادي والأربعين في الصفحة 198، ترتيب هذا المجلد في المكتبة الحادي والأربعون والاثنان والأربعون. قال في الصفحة 191، قال الصادق: كان قوم من بني مخزوم لهم خؤولة من علي خالهم عليه السلام، فأتاه شاب منهم يوما فقال: يا خال، مات صديق لي. هذه الرواية تدل على أن علي بن أبي طالب يحيي الموتى عياذا بالله. قال: مات صديق لي فحزنت عليه حزنا شديدا، فقال علي: أتحب أن تراه؟ قال: نعم. قال: فانطلق بنا إلى قبره. فدعا الله وقال: قم يا فلان بإذن الله. فإذا الميت جالس عند رأس القبر وهو يقول: وينه وينه سالا. هذا كلام فارسي، معناه بالعربية: لبيك لبيك سيدنا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما هذا اللسان؟ ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ قال: نعم، ولكني مت على ولاية فلان وفلان، فانقلب لساني على ألسنة أهل النار. يعني مت على ولاية أبي بكر وعمر، فانقلب لساني إلى ألسنة أهل النار. طبعا هذا النص يقول أن عليا يحيي الموتى عياذا بالله. وجاء أيضا عن الباقر قال أن عليا كان يوما في أزقة الكوفة فانتهى إلى رجل قد حمل جريثا، فقال: انظروا إلى هذا قد حمل إسرائيليا. فأنكر الرجل وقال: متى صار الجريث إسرائيليا؟ فقال علي عليه السلام: أما إنه إذا كان يوم الخامس ارتفع لهذا الرجل من صدره دخان فيموت مكانه، فأصابه في اليوم الخامس ذلك فمات، فحمل إلى قبره. فلما دفن جاء أمير المؤمنين عليه السلام مع جماعة إلى قبره، فدعا الله ثم رفسه برجله. رفس القبر علي بن أبي طالب، أو رفس الرجل في صدره وهو ميت، هكذا يقولون وهكذا يقولون. قال: فإذا الرجل قائم بين يديه يقول: الراد على علي كالراد على الله ورسوله. فقال علي: عد إلى قبرك. فعاد فيه فانطبق القبر عليه. إذن أيضا في هذا النص علي بن أبي طالب يعلم الغيب ويحيي الموتى. جاء أيضا في رواية في الصفحة 196 في نفس المجلد أن قوما من النصارى دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: نخرج ونجيء بأهلنا حتى يسلموا، ولكن لنا شرط. قال: ما هو؟ قالوا: أن تخرج لنا من الحجر 100 ناقة سوداء مع كل ناقة فصيل، إذا أنت فعلت ذلك آمنا. وذهبوا، وافق النبي صلى الله عليه وسلم وضمن لهم ذلك، وذهبوا إلى بلادهم. وبعد فترة من الزمان جاءوا فسألوا عن النبي، فقالوا لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي. فقالوا: إنا نقرأ في كتبنا ما من نبي إلا وله وصي، فمن هو وصي محمد حتى ينفذ هذه المسألة؟ فدلوه على أبي بكر، دلوا القوم هؤلاء دلوهم على أبي بكر رضي الله عنه. فذهبوا إليه وقالوا: لنا عند محمد دين 100 ناقة تخرج من حجر مع كل 100 ناقة فصيل أسود. فقال أبو بكر: ما ترك رسول الله تركة تنتفي بذلك. فقال بعضهم لبعض: ما كان أمر محمد إلا باطلا. فسمعهم سلمان وكان يعرف لغتهم، فقال: أنا أدلكم. وأخذهم إلى علي بن أبي طالب في المسجد، فذهبوا وجثوا بين يديه وقالوا له: لنا على صاحبكم دين بصفات مخصوصة، لنا 100 ناقة بصفات مخصوصة. فقال علي رضي الله عنه: وتسلموا؟ إن حققت لكم هذه المعجزة تسلموا؟ قالوا: نعم.
فوعدهم إلى الغد، حتى المنافقين قالوا سيفتضح أمر علي عند هؤلاء القوم، فوعدهم إلى الغد، ثم جاء إليهم وصلى ركعتين ودعا خفيا، ثم ضرب بقضيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فسمع له أنيق، أنيق يكون فسمع له عفوا أنين يكون للنوق عند مخاضها. فبينما كذلك إذا انشق الحجر، لما سمع له هذا الصوت انشق الحجر فخرجت منه رأس الناقة، فقال لابنه الحسن اسحب خطام هذه الناقة، فسحبها فخرج من الحجر 100 ناقة سوداء، فأسلم النصارى كلهم حينئذ. ثم قالوا ادعوا الله يا علي بأن يدخلها كما كانت، فناقة النبي صالح بسببها هلكت أمة، ونحن نخشى بسبب هذه النوق أن تهلك أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا الله فدخلت كما خرجت. إذن علي هنا ضرب الحجر من معجزاته عند الشيعة، أنه ضرب الحجر حتى يتبين لكم المسألة أنهم يدعونه ربا من دون الله يحيي ويميت، هذا هو محل الشاهد من هذه القصص وهذه الروايات. ضرب الحجر فخرجت منه 100 ناقة سوداء كما يقولون. أيضا جاء عندهم في هذا الكتاب أيضا زعموا أن علي عليه السلام أحيا موتى مقبرة الجبانة بأجمعهم، وأحيا موتى قتل بدر، قتل غزوة بدر. طيب قبل غزوة بدر وما فعله مع موتاهم، هنا باب ما ورد من غرائب معجزاته عليه السلام. طبعا بالمناسبة هذه كتب الشيعة وهذه كتب معتمدة عند الشيعة، يعني حتى لا يقول البعض بأن هذه كتب شواذ، هذا من الأصول 8 المعتمدة عند الشيعة. قلت قبل ذلك بأن الشيعة عندهم 4 كتب للمتقدمين و4 كتب للمتأخرين، هذه تسمى عندهم بالجوامع الحديثية 8، عليها مدار العمل، والإمامية كما يقول محمد مهدي الحائري تقول بصحة كل ما جاء فيها. وهذا الرجل يذكرون في ترجمته محمد باقر تقي الدين المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار، يذكرون في ترجمته كلاما عظيما، قلنا الإمام المحدث ثقة الإسلام حجة الإسلام الزاهد العابد إل إل إل. ذلك بعض الشيعة كان منذ يومين في محاورة لي معه قال أنت تتكلم بالأسانيد بدون إسناد في هذه الكتب، هو لا يعلم الفرق بين المصدر والإسناد، يعني هو يسأل عن المصدر واخد بالك، وهو في الحقيقة يسأل عن الإسناد، المصدر هذا الكتاب، هناك فارق بين المصدر والإسناد، إذا كنت لا تعلم هذا فتعلم أن هذا الكتاب هو المصدر، الإسناد موجود. حدثنا محمد بن زكريا العلائي قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار المعروف بابن المعافى عن وكيع عن زاذان عن سلمان الفارسي، هذا الإسناد الذي تتكلم عنه أو المفترض أنك تفهم أن هذا هو الإسناد. وهذا الكتاب كتاب بحار الأنوار من الجوامع الحداثية المعتمدة عمدة المتأخرين بعد الألف الأولى، أما إذا قلت المتقدمين قبل الألف الأولى. قال كنا مع مولانا سلمان الفارسي يتكلم، قال كنا مع مولانا أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب طبعا، فقلت يا أمير المؤمنين أحب أن أرى من معجزاتك شيئا، قال صلوات الله وسلامه عليه أفعل إن شاء الله. ثم قام ودخل منزله وخرج وتحته فرس أدهم، خرج هو يركب فرس أدهم وعليه قبة بيضاء وقلنسوة بيضاء، ثم نادى يا قنبر أخرج لي فرس، فأخرج فرسا أدهما مثل فرس الإمام علي، فقال اركب يا أبا عبد الله اركب يا سلمان، فركبه سلمان، قال فإذا له جناحان ملتصقان إلى جنبه، قال فصاح به الإمام صلوات الله عليه فتعلق في الهواء. شوف بقى الايه الاساطير والقصص التي لا يقبلها العقل فضلا عن الدين، اسمع، قال فتعلق في الهواء، الامام علي يركب فرس وسلمان يركب فرس، فصاح علي فتعلق الفرس في الهواء، قال وكنت اسمع حفيف اجنحه الملائكه تحت العرش، يعني الفرس صعد بهم تحت العرش، ثم خطونا على ساحل بحر عجاج مغتمط الامواج، يعني بحر هائج الأمواج هائل. فقال صلوات الله عليه
أو فنظر إليه الإمام شزرا فسكن البحر وهدأ. شزرا يعني نظر إليه الإمام علي بشكل مغضب، نظر إليه مغضبا، فقال يا صلوات الله عليه، نظر إليه شزرا، يقول سلمان قال سكن البحر من غليانه حين نظرت إليه، فقال يا سلمان خشي أن آمر فيه بأمر. ممكن الإمام ينظر إليه نظرة فيتأجج البحر، الإمام علي يصير يتحول إلى نار. قال خشي أن آمر فيه بأمر، ثم قبض على يديه وصار على وجه الماء، والفرسان تتبعاننا لا يقودهما أحد، فوالله ما ابتلت أقدامنا ولا حوافر الخيل، ولا حوافر الخيل. طبعا الرواية طويلة جدا 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 جدا. يبقى هذا الذي نقوله من هذه الأساطير، يمشي على الماء ويصيح بالفرس فتتعلق في السماء وتذهب بهما تحت العرش. هذه كلها روايات وهذه كتب مسندة، هذا الكتاب كله بفضل الله 110 مجلد في مكتبتي، تمام. أيضا عندهم زعموا أن عليا أحيا موتى غزوة بدر، جاء في هذا المجلد ترتيبه في المكتبة الجزء 15، 15، 16 في الصفحة 417 تحديدا. قال رضا عليه السلام لقد اجتمعت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يحيي لهم موتاهم، فوجه معهم علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب يحيي الموتى، فقال عليه السلام اذهب إلى الجبانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب يا علي إلى الجبانة فنادي باسم هؤلاء الرهط الذي يسألون عنهم بأعلى صوتك، فلان يسأل عن أبيه الذي قتل في غزوة بدر، فلان يسأل عن أخيه، وفلان يسأل عن عمه. قال تعالوا. ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال علي اذهب معهم ونادي بأسماء هؤلاء الذين يسألون عنهم. فذهب علي وقال يا فلان ويا فلان ويا فلان، يقول لكم رسول الله قوموا بإذن الله. فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، فأقبلت قريش تسألهم عن أمورهم، كل واحد بدردش معه الميت بتاعه، أبوك مات في الغزوة أو مات في أمر ما، خلص بدأ يدردش معه، قام أبوه أو أخوه أو ينفض التراب عن رأسه وظل يدردش معه مع ميته بعدما أحياه له علي بن أبي طالب. ثم قال لهم هؤلاء القوم لقد بعث محمد النبي، فقال هؤلاء الذين ماتوا ثم أحياهم علي قالوا وددنا لو أن أدركناه فنؤمن به. قال الرواية تقول وأحيا النفر الذين قتلوا يوم بدر، أي علي، فخاطبهم وكلمهم وعيرهم بكفرهم. معاذ الله، من الذي يحيي الموتى إلا الله سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب هنا يحيي قتلى بدر ويكلمهم ويعيرهم بكفرهم عياذا بالله تعالى. هذا دين القوم وهذه كتب القوم، لا نتكلم من عنديات أنفسنا، هذه كتبهم وهذه نصوصهم مسندة كما طلبوا. يعني هؤلاء الذين يستدركون على هذه الحلقات، هذه المصدر، هذه المصادر، وهذه الكتب، وهذه الأسانيد، إن شئتم أن توقدوا فيها النيران ولعوا فيها بنزين. لو مش عاجبكم كتاب البحار أخبرونا، ولذلك أنا أتحدى الشيعة من هذا المنبر المبارك، أتحداهم والله أن يخرجوا لي من هذا الكتاب مثلا 1000 حديث صحيح، وهذا 110 مجلد، يعني مئات الآلاف من الأحاديث، 1000 أو 2000 أو 3000، ثم من كتاب الكافي الذي يحوي 16199 رواية 100 أو 200 أو 300 أو حسب ما يستطيعوا، ثم من كتاب تهذيب الأحكام كذا للطوسي، ثم من كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي أمثالها. أخرجوا لنا أحاديث نحاكمكم إليها، لن تستطيعوا. تدرون لماذا؟ لأنهم يريدون الأمر هكذا سيالا لا ينضبط. فأنت إذا أتوا لك بروايات وزعموا صحتها ستحاكمهم إليها وتستدل بها عليهم، لكن الآن الأمر مفتوح،
يقول لك ليس كل ما في البحار صحيح. طيب هات لنا اسناد ناتي لهم بالاسناد. يقول لك طب هات لنا المصدر ناتي لهم بالمصدر. يقول لك اصل هذه الروايه فيها كلام. يقول لك طب هذه الروايه صححها المجلسي في مرآة العقول. اصل المجلسي كيت وكيت. يتفلت. فالامر عندهم يسير سيالا لا ينضبط. لكن عندنا المصادر ونستدل بها وسنظل في هذا البرنامج ناتي بالمصادر بارقام الصفحات وبالاسانيد حتى نحتج بها عليكم إن شاء الله. قال سلمان كما يفترون: لو أقسم أبو الحسن على الله أن يحيي الأولين والآخرين لأحياهم. عياذا بالله، نعوذ بالله من هذا الكفر. معنا فيديو نستمع إليه ثم نعود. لنا مع الله حالات مثل ما قال النبي. اسمع، لنا مع الله حالات نحن فيها هو وهو وهو فيها نحن ونحن نحن وهو هو نحن فيها هو وهو وهو فيها نحن ونحن نحن وهو هو. تركنا ما نشاء لما يشاء فترك ما يشاء لما نشاء. خلنا نفهم عقيدة المعصوم بهالشكل. إذا نذهب إلى الاستئذان الذي يستحب قراءته عند زيارة النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ماذا نقول في الاستئذان؟ الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان. هم يقومون مقام الله لو كان حاضرا في المكان، لو كان الله يتكيف ويتأين. هم يقومون مقام الله لو كان حاضرا في المكان، لو كان الله يتكيف ويتأين. حضر ولكنه لا يتكيف ولا يتأين، لا يتكيف بكيف ولا يتأين بعين، فتجلى فيهم فهم الحكام الحاكمون. مواساة كلها ما موجودة حتى مثلا. نعم، كيف تفسر ذلك بكلمة قبل الاستراحة؟ فنحن نقول أنه وجود عالم آخر، هناك عالم آخر قطعا من خلال أدلة أيضا. نعم، أدلة معقولة. نعم، وشواهد. لكن لا نعلم بهذا العالم، يمكن أن تكون عالم أعلى من الجنة. نعم، يعني أولياء الله يتصلون بالله كالقطرة. نعم، إذا ترجع للبحر تتصل بالله وتتحد مع الله. هذا العرفاء يقولون الإنسان بعد الموت، الإنسان الصالح يتحد مع الله. نعم، أما كيف يتحد مع الله وما هو الجنة شيء آخر لا ندركه. لله أي المعجزات صنعتها حسرى عمالقة الرجال تركتها يا أيها اللاهوت. أي حظيرة للقدس يا علي أحنت هامها فوضعتها. يا مالك الأعناق أي عظيمة ما مكنتك زمامها فملكتها. يا جوهر التوحيد أية آية وحي السماء أتى بها ما كنتها. يا أيها الزلزال أية أمة لم تعن للرحمن ما زلزلتها. يا أيها الطوفان أي سفينة للعقل تستقصي كما أغرقتها. وقف السؤال أمام بابك حائرا يا جامع الأضداد كيف جمعتها. ما البعث يوم الحشر إلا نفخة في صورك المذخور أنت نفختها. الناس تعرف أن أمك فاطم كيف التي ولدتك أنت ولدتها يا علي. الكون معلول وذاتك علة فبك ابتدى كينونه ولك انتهى. يا ذات أحمد يا مقاسم غاره هو أنذر الدنيا وأنت هديتها. اسمع يا شيعي، كما سمعتم هذا الفيديو يزعمون فيه أن الله تجلى في الأئمة عياذا بالله. وهذه أيضا وثيقة جاءت في كتاب معرفة الإمام في الصفحة 286، لو يعرضها الإخوة فضلا. قال: نسبة الخلق والرزق إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام. وقال: مما تم طرحه ودراسته إلى الآن تبين أن أهل البيت عليهم السلام أصحاب ولاية تكوينية مطلقة تخضع لها جميع ذرات العالمين من زمان ومكان، وحتى الأنبياء والأولياء والملائكة، وفي جميع المجالات من علم وقدرة وغيرها، فولايتهم على كل موجود ما عدا الله تبارك وتعالى. وبعبارة أخرى إنهم عليهم السلام مظهر
لجميع أسماء الله تعالى وصفاته. والله سبحانه وتعالى تجلى في وجود 14 معصوما عليهم السلام وحباهم كل شيء. ولذلك تجد عند الشيعة الإمامية كثير من الروايات التي تطفي على الأئمة صفات الخالق جل وعلا. فأنت ترى من الصفات التي خلعت على الإمام علي صفة إحياء الموتى كما قدمنا، وقلنا أيضا بأنهم قالوا لو أقسم أبو الحسن على الله أن يحيي الأولين والآخرين لأحياهم، ولك أن تتخيل هذا. ومع أنها له أمثال هذه الصفات، صفة إحياء الموتى وصفة تقسيم الأرزاق وصفة كذا وكذا، صفة ربوبية كلها، لم يقدر على إنجاء نفسه من الموت ومات مقتولا عليه السلام، كما مات ولده الحسين أيضا مقتولا ولم يدفع عن نفسه القتل والمهانة والتنكيل كما يزعمون الذي حل به وبأهله. سادسا من هذه المسائل قولهم إن الرب هو الإمام. جاء في أخبارهم أن علي عليه السلام كما يفترون قال أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض بها. انظر إلى هذا التطاول وهذا الغلو، وهل رب السماوات والأرض إلا الله الواحد القهار؟ وهل يمسك السماوات والأرض إلا الله خالقهما ومبدعهما سبحانه وتعالى؟ وأنا أسأل الشيعة سؤالا، من يمسك السماوات أن تقع على الأرض، علي أم الله تبارك وتعالى؟ والله يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. من ينزل الغيث من السماء إلى الأرض، علي أم الله؟ والله يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. من يرزق عباده؟ من يخلقهم؟ من يعافيهم؟ من يبتليهم؟ وقد نسبوا كفرا إلى الإمام الرضا قوله كما يزعمون، قال الناس عبيد لنا في الطاعة موال لنا في الدين، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. قال إمامهم أنا رب الأرض، يعني إمام الأرض، وهذا الذي يزعمونه ويقصدونه في قول الله سبحانه وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، أي بنور إمامها عياذا بالله. وفي قول الله عز وجل أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، قالوا ثم يرد إلى الإمام أمير المؤمنين فيعذبه عذابا نكرا. نستمع سويا إلى هذا الفيديو ثم نعود. يقول وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. أشرقت الأرض بنور ربها، أي ساعة تلك الساعة؟ أي يوم ذلك اليوم الذي تشرق فيه الأرض بنور ربها؟ هل هو يوم القيامة؟ في يوم القيامة يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يوم القيامة. في يوم القيامة يقول وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. في يوم القيامة يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إذن ما معنى وأشرقت الأرض بنور ربها؟ أشرقت الأرض بنور ربها، الرب هو الصاحب. قال اذكرني عند ربك، يعني عند صاحبك، عند الملك، لأن كلمة الرب فيها اشتقاق من التربية، تطلق أيضا على الصاحب. أشرقت الأرض بنور ربها يعني بصاحبها، وصاحب الأرض هو الذي يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، وهو الإمام المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، ينقل عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال هو يرد إلى أمير المؤمنين فيعذبه، قال هو يرد إلى أمير المؤمنين فيعذبه عذابا نكرا حتى يقول
يا ليتني كنت ترابا، أي من شيعة أبي تراب. أنا صاحب الخضر وهارون، يعني صاحب الخضر وكذلك صاحب هارون. أنا صاحب موسى هو يوشع بن نون. أنا صاحب الجنة. أنا صاحب القطر والمطر. أنا صاحب الزلازل والخسوف. أنا مروع الألوف. أنا قاتل الكفار. أنا إمام الأبرار. أنا البيت المعمور. أنا السقف المرفوع. أنا البحر المسجور. أنا باطن الحرم. أنا عماد الأمم. أنا صاحب الأمر الأعظم. هل من ناطق يناطقني؟ أنا النار. أنا صاحب الأمر الأعظم. هل من ناطق يناطقني؟ أنا النار. عيسى عليه السلام بحرفين كان يحيي الموتى، ومش معلوم أنه يكون عنده هالحرفين. وقديش الحروف؟ 72، وممكن حرف أزيد من حرف. يلتفت على كل حال ليس هذا موطن بحثنا. إلهي بحثنا. إلهي بشمسك الكبرى وضيائك الأعظم، ومفحم بحجتي من بحجته كل ناطق، مخرس ألسنة أهل الجدال، مساكن الشقاشق، مولاي جعفر بن محمد، ارزقنا رأفته رحمته دعاءه حنانه لطفه، فإنا عبيد نعاله وعبيد أوليائه الصادقين. وفي قول الله سبحانه: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يشرك مع الإمام علي أحدا في الإمامة غيره، كما في تفسير العياشي والبرهان والصافي، إجماع تفسير الشيعة على هذا المعنى عياذا بالله. ولا تظن هنا أن لفظ رب تأتي بمعنى صاحب أو سيد أبدا، لأنها صريحة في هذه الآيات، فلا تحتمل أحدا سوى الله سبحانه وتعالى، فالإضافة عرفته وخصصته. ولذلك يقول أئمة اللغة أن أل إذا دخلت على رب فإنها لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأسماء والصفات نوعان، ما يختص به الرب سبحانه وتعالى كالإله ورب العالمين، وهذه لا تطلق على العبد بحال، محال أن تطلق على العبد، ومن هنا ضل المشركون الذين جعلوا لله أندادا. والثاني ما يوصف به العبد في الجملة كالحي والعالم والقادر ونحو ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يثبت للعبد ما يثبت للرب سبحانه وتعالى كما في منهاج السنة. ولكن هؤلاء جعلوا لفظ الرب الخاص بالله سبحانه وتعالى أطلقوه على أئمتهم بتأويلات كثيرة، هذه التأويلات وضعها لهم زنديق ملحد أراد صرف الشيعة من ربها سبحانه وتعالى. وقد تكون فرقهم التي قالت بربوبية علي ورجالهم الذين ذهبوا هذا المذهب والذي نسمع نعيقهم إلى يومنا هذا قد شربوا من هذا المستنقع الآسن الذي احتفظت به كتب الإثنى عشرية المعتمدة إلى يوم الناس هذا. أيها الأحبة، روايات كثيرة جدا، والحلقة لم تنتهي، عندي فيديوهات هؤلاء القوم فيها يقولون علي هو العالي الأعلى، ويقول فيها غيرهم محمد جعفر الإبراهيمي، ويقول الغزي يقول علي العالي الأعلى، ويقول يوم نموت ننادي يا علي، ويوم تلدنا أمهاتنا ننادي يا علي، ويوم ندخل القبر ننادي يا علي، ويوم في السكرات ننادي يا علي، ويوم ندخل الجنة ننادي يا علي. وبهذا الأمر يقعون في شرك ربوبية بالله سبحانه وتعالى. نصوص كثيرة جدا جدا في هذا المعنى، وقد يعني عرضت شيئا منها، وما خفي كان أعظم وأعظم، الوقت لا يتسع لذكره، ولعل فيما ذكر إشارة، ولعل هؤلاء يهتدون ويعلمون ما في كتبهم من هذا الكفر المبين.
أسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى الحق المبين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.